نظرا لان وحيد القرن غير متوفر حاليا لانه ممنوع دوليا ومحليا ممنوع اصطياد وحيد القرن فاوجدنا واسعاره بهضه فوجدنا يعني هذا القرون الجواميس روعة وأقبال عليها شديد في الأوان الأخيرة هذه. نعتبر تاريخ الجنبية غير أنه هوية يمنية هو طابع تراث مرتبط بأجيال مرتبط بقيم مرتبط بعادات مرتبط بالشكل اليمني. يعني كيف أعرف اليمني؟ أنا أعتقد أخذ ما كيف تعرف اليمني؟ هي الجنبية الذي تميزها عن باقي الدول.